السلام عليكم، بس راح نبلش شرح البارت الخامس من الهندسة البيئية أو الرابع، مش فاكر الرقم. هو السيرفس ووتر كواليتي اللي هم الريفر اند ليكس. بهذا الشابتر راح ندرس الخصائص التي تؤثر على جودة مياه النهر. أول شيء الريفر، طبعا نبلش بالريفر. الخصائص التي تؤثر على جودة مياه النهر، أول إشي نعرف إنه نوجد مؤشر المواد المستهلكة للأكسجين اللي هي أكسجين ديماندينج ماتيريال، وبدنا نعرف كمان نوعية الحياة مثل البناء الضوئي. البناء الضوئي يضيف أكسجين بالنهار ويستهلك أكسجين بالليل. أنا قلت لكم adding or consuming by photosynthesis. فهمتوا ليش؟ مش دائما adding، لا ممكن يستهلك. micro organism remove O2 by respiration. ركزوا عليها. مايكرو أورغانيزم تحذف الأوتو، تستهلكه من عملية الريسبيريشن. توقع هي مكتوبة هون. تمام. لسه ما مكتوبة هون كانها. هيو. مايكرو أورغانيزم ريموف باي ريسبيريشن. أنا هذا اللي بشرحه قاعد أنا. الأكسجين مؤشر الأكسجين، أنواع الحياة الفوتوسينثيسيس، أنت الريجنال كلايمت المناخ، تري ريجنال كلايمت كلي إنكريز تمبريتشر ديكريز سوليوبيليتي. هذا الإشي حكيناه في الشابتر الماضي، وحكينا الفوليوم and speed of water flowing and the water depth. هذول كلياتهم، هذول كلها عوامل تأثر على مياه النهر. سرعة الفلو، التدفق، حجمه، عمق المياه، كل هذا بيأثر. الحرارة، المناخ، الميكرو أورجانيزم، كل هذا بيأثر على مياه النهر. هسه راح ندرس عمليتين، عملية لحال بعدين ندرسهم سوا. العمليات اللي بتحدث بالنهر، أول عملية هي O2 removal، عملية حذف الأكسجين، استهلاك الأكسجين، واللي بسموها deoxygenation، عملية deoxygenation. بعد العملية الثانية O2 supply from atmo فير اللي بسموها بي اريشن. عمليتين، الديوكسجينيشن والبي اريشن، ندرسهم واحدة واحدة. تمام. اول عملية راح نبلش فيها دي اوكسجينيشن. كل بشكل عام ممكن يجي كل يوم من الأيام احسب الريت of deoxygenation. هذا شو بيساوي؟ KD، نعرف شو KD في الLT، وبنفس الوقت بيساوي KD، ونعرف إنه الLT بتساوي النوت ضرب، وخلص E هو سالب KD. تفضل ايش ولا ما نعرفه؟ راح تقول لي بنعرفه. تمام. النوت شو تساوي؟ هي البي او دي ميكستر ستريم ووتر اند ويست ووتر. هناك كان اسمها الالتيميت على بي او دي، هنا لا، هنا الميكستر الداون ستريم، اللي هاي هي الانيشال بي او دي، هاي هي الانيشال بي او دي. تمام. فبقول لي ال نوت تساوي عن
هذا الاشي اخذنا القانون هذا متوقع كيف ترجع خلاص بنفتحهم الالف نوت بتساوي الكيو للووتر تركيز الووتر في سي زائد كيو للريفر زائد تركيز الريفر على كيو ووتر زائد كيو ريفر. هذا الاشي ايش؟ هذا القانون اخذناه في حالة الكونزرفيشن كونزرفيشن اند ستي ستيت او في حالة القانون اللي كان كيف احسب السي نوت السي الابتدائية بسؤال البلاك فلوري اكتر مش البلاك فلوري اكتر حكينا هو عبارة عن ريفر حكيت لي طيب هذا القانون مش استعملناه مش استعملنا مر قانون شو القانون بحكي لي؟ انه المياه تبعت الريفر تركيزها زائد المياه اللي راح تصب الريفر ووتر ستريم او ويست ووتر شو ما كانت المي في تركيزها على مجموع كيو تمام اعطاني مثال نشوف المثال بالسلايد من النص الريت اوف اكسجينيشن ممكن ال2 ممكن يكون عندي هيك الريت اوف اكسجينيشن بي ادي اوف ميكستر اوف ستريم ووتر هيو ميكستر يو ال نوت اعطاني مثال ويست ووتر تريتمنت بلانت سيرفينج اسيتي سيرفينج اسيتي اوف 200,000 هاي قديش عدد سكانها ما بلزمني ديسشارج كيو 1.1 كيو 1.1 بتريد اوفرنج هاف التيميت بي او دي اوف 50 ملي جرام لكل متر التيميت بي او دي يعني عادي ال ال بتساوي 50 قال لي في عندي فلو ثاني بتدفق مقدار 8.7 كيو 8.7 قال لي تركيزها 6 ال 6 الاكسجينيشن ريت كونستانت اللي هو الكي دي 0.2 لكل دي assuming complete mixing estimate BOD of the river just downstream the outfill اللي هو ال نوت ال نوت هو عند downstream نحصل initial BOD يكون عندي 1.1 في 50 زائد 8.7 في 60 على 8.7 زائد 1.1 هذا بساوي 10.9 ملغرام لكل لتر الثاني يحسب the stream flow fix قال لي إذا the speed 3 استمد the BOD remaining in the stream at distance 30,000 لاحظ هنا أعطاني سرعة ومسافة إحنا بنعرف إنه الريفر الريفر هي بلاك فلو رياكتر عارف إنه بلاك فلو رياكتر بالقرين قانون C بتساوي C نوت E قوة ماينس K في T أو L بتساوي L نوت E قوة ماينس K في T وحكينا T هي فترة الانتقال الانتقال وليس مقوس الملوث اللي هي بتكون X على V ال X أعطاني المسافة 30,000 وال V 23 أطلع التايم التايم هذا كم؟ طبعا متر لكل سكند وكذا بحول خلي تمام هسه ايش بعمل انا هو بده ال تي بده الريميننج البي او دي ريميننج يعني ال تي ال تي بدها تساوي نوت النوت طلعت قبل شوي طلعت 10.9 اي قوه ماينس كي الكي كم اعطاني اياها اعطاني اياها 0.2 هذا الرقم 30,000 على 0.3 هذا بالسكند فبدي اضرب ب باور سكند مع د وبضرب باور وبقسم على سكند مشان الاور تطلع مع الاور الواحد بيعطيني 24 والواحد اور بيعطيني 3600 بيطلع معي الناتج ال 8.7 ملي جرام لكل متر وهذا الشيء احنا نعرفه ال نوت بتساوي هاي وال نوت هيك بيطلع معي 1.16 طبعا هاي بعد طبقها بالقانون طلع معي 8.7 هذا ايش؟ هذا الدي اكسجينيشن هسه بدنا ناخذ العمليه اللي بعدها اللي هي الري اريشن عمليه الري اريشن عمليه الري اريشن وفي عندي ريت نفس الشيء ريت اوف ري اريشن
وتساوي KR ضرب بالD. KR هي reaction aeration constant نعرفه بس الكي دي بس له قانون ثاني له رقم ثاني دي هي فيست وتساوي dissolved oxygen saturated ناقص dissolved oxygen تمام الديفيسيت اللي هي dissolved oxygen saturated ناقص dissolved oxygen طيب الكي ار الكي ار له قانون انا بقدر احسب الكي ار من خلال 3.9 يو ونص على اس 3/2 اليو اللي هي سبيد والاتش اللي هي الدف بالتالي الريريشن او الريت اوف ريريشن تعتمد على depend on depth speed لأنه وبيعتمد على reaction constant constant deficit عشان تعتمد على saturation وبتعتمد برضو على dissolved oxygen dissolved oxygen dissolved oxygen تعتمد على Q وبتعتمد على concentration هاي كل العوامل اللي بيعتمد عليها الريت اوف ري اريشن ركز عليهم بيجي عليهم سؤال وراح نشوفه بحل الاسئله تمام هذا اللي حكيناه قبل شوي الديفيسيت طبعا راح نحل مثال هسه في عندي مثال بس في هسه اكثر من حاله بنعرف انه الديفيسيت عباره عن ديزولت اوكسجين ساتوريشن هاي معطى وبتعتمد على درجه الحراره ناقص ديزولت اكسجين واحنا بنعرف انه ديزولت اكسجين نفس مثلا ال نوت وما غيره هو بده يكون هو له قانون كيو دي او طبعا للووتر للووتر زائد كيو ريفر ديزولت اكسجين للريفر على كيو ريفر زائد كيو ووتر يعني نفس القانون تبع ال نوت يعني بس بدل بقدر انا اوجد ديزولت اكسجين بنفس قانون الكونسنتريشن فبالتالي initial deficit initial deficit هو طبعا ايش dissolved oxygen initial بده يساوي dissolved oxygen saturation وهي ثابته دائما حسب درجه الحراره ناقص q water v water كله initial ال q r v dissolved oxygen للريفر على q water زائد q river تمام انا هيك بقدر احسب ال initial deficit هيك بحسب الانيشال ديفيسيت عندي مثال قال لي if the waste water dissolved oxygen 2 ملغ لكل لتر dissolved oxygen 2 and discharge الـ Q 1.1 dissolved oxygen للريفر dissolved oxygen river 8.3 Q للريفر تساوي 8.7 درجة حرارة 20 درجة حرارة 20 مشان أوجد dissolved saturation من from table معطى بالامتحان أوجد الانيشال dissolved oxygen طيب dissolved deficit deficit initial تساوي dissolved oxygen saturation 9.1 ناقص 2 في 1.1 8.7 8.7 1.1 يساوي 1.5 ملغرام لكل لتر هيك الانيشال ديفيسيت اوجد انيشال ديفيسيت انيشال او ديفيسيت يعني انيشال ديفيسيت طبق قانون الدي او 9.1 ناقص كذا 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 هسه حكينا عن دي اكسجينيشن يعني ريموف حكينا عن السبلاي طيب احنا بالحياه عندنا ريموف بس سبلاي بالتالي بدمجوهم بمعادله اسمها اكسجين ساج اكسجين ساج هذا لما يكون في الجوز سوا لما يكون الجوز سوا هذا له معادله
هاي مش معادلة حل، لا المعادلة النهائية هسه بنوجدها. في عندي differential equation مهم كثير، حساب كذي بس يعني مش حفظ، هاي ما راح احلها عليها اصلا، راح احلها معادلة ثانية. معادلة هاي بالتالي في عندي نقطة، فانه اذا انه rate of deoxygenation تساوي rate of reaeration تكون dd على dt تساوي 0، ركز عليها جدا. لما يكون عندي rate of reaeration تساوي rate of oxygenation deoxygenation بكون dt على dt بساوي 0، ليش؟ لانه هاي rate هاي بتساوي هاي، فبالتالي 0 0. rate مش rate constant مثل كي ار، الكي ار ممكن تساوي كي دي لها معادله لحال، ولكن لما يكون الريت كامل ريت اوف دي اكسجينيشن بيساوي ريت اوف ريريشن بيكون الدي دي على دي دي على دي تي بيساوي زيرو، الدي دي اللي هي التغير بالديكسيد. بالتالي عندي الاكسجين، عندي الاكسجين ساق اير لها معادله، المعادله بتحكي لي زولف اكسجين عند اي مكان يساوي Dissolved Oxygen Saturation ناقص قوس كبير KD L0 على KR KD في E و minus KD T minus E KR في T زائد initial deficit في E minus KR في T. هاي معادلة الأكسجين ساق كيرف، هاي معادلة الأكسجين ساق كيرف. أنا أي سؤال بحكي لي في عندي reaction deoxygenation تطبق هاي المعادلة، أطبق هاي المعادلة. هاي إيش؟ هاي initial deficit، initial deficit بتساوي DO saturation ناقص QR WR قصدي LR زائد Q وهكذا. المعادلة اللي حكيناها قبل شوي، المعادلة اللي حكيناها قبل شوي. في عندي ملاحظات مهمة جدا 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 جدا، يعني أنا ما بتخيل كل الأسئلة عليها، كل الأسئلة عليها. المهم بيكون عندي الـ D is maximum، يعني لما يكون عندي dissolved oxygen أقل إشي بيكون الـ deficit أعلى قيمة، وأكيد بيكون عندي minimum dissolved oxygen saturation يعني الفرق بينهم بيكون الـ deficit maximum. وهاي النقطة called critical point، وممكن يكون فيها critical time، ممكن يكون فيها critical distance كيف لو رياكتور. يعني لما يكون dissolved oxygen minimum بيكون dissolved oxygen maximum. ممكن نجيب له سؤال الجملة الآتية صحيحة بتخص critical point، اعرف ان dissolved oxygen minimum dissolved oxygen maximum هي صح دي deficit maximum. طيب بالcritical يكون خلنا نحطها هيك، في oxygenation أكبر من reaction هذا الكريتيكال. بعد الكريتيكال انا هاي في إلها منحنى هسه بنجيبه، ري ايريشن اكبر من دي اوكسجين، عند الكريتيكال
بيكون في variation يساوي في oxygen وهاي أسوأ حالة best case يكون الريت اوف ديكسجينيشن بيساوي variation وهاي اللي بيكون عندها الكريتيكال بوينت وهاي اللي بيكون عندها الدي او مينيمم والدي سيف انكريسيت ماكسيمم. عندي نوت AR يساوي KD. أنا مش الريت يعني مش إنه عند الكريتيكال لا ممكن يكون عندي المعادلة الأصلية اللي فوق الـ KR بيساوي KD هون هاي بتصير زيرو صح يعني infinity بالتالي بقدر أحلها بقول لي لا المعادلة بتتغير بصير عندي deficit يساوي KD L not time زائد الانيشال ديفيسيت في ايكوال ماينس كي دي كي دي او كي ار يعني اذا قال لي هو بيساوي بعض اعطاك كي ار تحط كي ار هون تمام يعني لما الكي ار بتساوي كي دي بطبق هون ركز كي بتساوي اكس على يو بلاك فلوري اكتر ريفر هذا ريفر اكس على يو زمن الريزست الكوث هذا الشيء حكيناه بس ممكن اجيب السؤال يقول لي احسب الكريتيكال تايم انا كيف بدي اوجده بقول لك الكريتيكال تايم له قانون يعني ما تخلف هي عباره عن قوانين وطبقها بس بتشوف كيف مع الحل تايم كريتيكال بيساوي 1 على كي ار ناقص كي دي مضروب في لين مضروب في لين ار على كي دي في واحد ناقص initial deficit في كي ار ناقص كي دي كي دي في ال نوت تمام طيب في عندي ملاحظات تقول لي ما زادت حرارة بتصير الكريتيكال اقرب بتحدث اسرع يعني بالصيف الكريتيكال بوينت بتصير اقرب الريت اوف ريريشن بصير الريت اوف ديكسجينيشن اقرب الوضع اسوء يكون بالصيف او ثيرمال بوليوشن التلوث الحراري بقول لي كمان increasing the temperature تعطيني increase the decomposition rate composition rate اللي هو oxygenation rate so oxygen saturation it drops so the creation هذا الحكي وين كلياته كله بالصيف درجة الحرارة العالية هذا كله لما تكون درجة الحرارة عالية تزيد slow يعني درجة الحرارة بتزيد بتقل بتزيد أكسجين ساتوريشن فبالتالي بقل عندي ريريشن بقل عندي ريريشن عندي مثال طبعا قبل ما نروح على المثال هاي الال نوت اللي هون الال نوت هون بيسموها remaining BOD تمام remaining BOT يعني عندي في اكثر من ال نوت في عندي ال نوت ultimate اللي هي اللي بتكون chapter BOD وعندي ال نوت بالريفر بالدي اوكسجينيشن ريت بتكون عباره عن ال نوت اللي هي initial يعني وفي عندي ال نوت معادله الاكسجين ساكر اللي هي الـ remaining BOD هاي معادلة الأكسجين ساكر تعطيني هذا المنحنى تحكي لي هون فلت أكسجين ساتوريشن هاي أعلى قيمة إذا عندي الـ minimum فلت أكسجين
يكون عندي ماكسيمم ديفيسيت. الديفيسيت اللي هو الفرق المنحنى والساتوريشن. هاي ديزولت اوكسجين، هذا اوكسجين، فلاحظ انه عندي الماكسيمم، عندي كريتيكال بوينت، كريتيكال بوينت بكون عندي ماكسيمم ديفيسيت. ملاحظه اسوأ حاله وهيك. هاي الريت اوف دي اكسجينيشن، وهذا الريت اوف ري اريشن. لاحظ انه عند نقطه التقاطع هي الكريتيكال، مشان اوجد التايم كريتيكال، واذا معي السرعه بقدر اوجد الديستانس. لاحظ انه مع درجات الحراره الكريتيكال بوينت عند درجه حراره 40 بكون عند مثلا عند 8 ميل، مع درجه حراره 20 بكون الكريتيكال درجه 20 ميل، 30 بكون مثلا عند 15 ميل. كل ما زاد درجه الحراره بتصير اقرب للكريتيكال بوينت، الريت اوف دي اكسجينيشن بيزيد. الشرح كامل، وهذا عندي انا مثال. عندي مثال في هون just below the point where a continuous discharge solution with a mixed river BOD 10.9 والديزولت أكسجين 7.6 the river and waste has a temperature 20 oxygenation rate constant 0.2 an average flow speed 0.3 an average depth 3 in other words just a continuation of a problem example 6 7 بعرف شو هم find the time and distance of downstream which oxygen deficit is at a maximum بيوجد التايم والديستانس عند الداونستريم لما يكون الديفيسيت ماكسيمم. ديفيسيت ماكسيمم يعني اوجد التايم كريتيكال. فانا اول خطوه اوجد التايم كريتيكال، واللي بيساوي 1 على كي ار ناقص كي دي لين فيلين كي دي كي ار قصدي على كي دي في 1 ناقص initial deficit KR KD على KD L0. نشوف شو أعطاني معطيات. أعطاني BOD remaining بشكل عام 10.9، ال L0 10.9، أعطاني Dissolved Oxygen 7.6. Dissolved Oxygen initial، الأكسجين إنيشيال 7.6، أعطاني الكي دي 0.2. أنا إيش أطلع هسا إيش الكي آر؟ الكي آر كيف بطلعها؟ عندي قانون إلها، حكينا 3.9 كأنه قانون 3.9، تعرف شو القانون هسا بنوجده، بس المهم بيطلع معي الكي آر هي 3.9، الفيلوسيتي اللي أعطانيها 0.3 هو نص على 3 الدف قوة 3 على 2 بيعطيني 0.41 لكل دقيقة، مع ملاحظة انه هون انا بعوض بس بمسافة متر لكل سكند، هون بعوضها بالمتر، الناتج بيعطيني الرقم 3.9، والوحدات هاي خليني اطلع لي الناتج بالدقيقة. لما اعوض معادلة الكي ار لازم اعوض بالمتر لكل سكند، وبعوض بالمتر بس الناتج بيطلع لي بالدقيقة. طيب مع الساتوريشن فاليو اعطاني درجة حرارة 20 يعني 7.1، فبالتالي طلع الانيشال ديفيسيت. انا بتطبق بهاي المعادله، كي ار طلعته، دي معي انه طلعته معي دي اي اللي هي ديفيسيت. ديفيسيت انيشال شو بتساوي؟ 9.1 ناقص سولت اوكسجين انيشال 7.6 بتساوي 1.5. بالتالي عوض هون 1.5 عوض هون 0.41 عوض هون 10.9 عوض هون هون نفس الاشي، طلع معي التايم كريتيكال عبارة عن 2.67 يعني يومين وست عشرة يوم. شو بده؟ هو بده الديستانس، الديستانس يساوي الفيلوسيتي في التايم 2.67 الفيلوسيتي 0.3، بس هذا داي وهذا متر لكل سكند، فبحول بضرب 24 بضرب 3600 طلع عندي 96.3 كيلو متر. الفرع الثاني شو بده؟ الفرع الثاني find the minimum value of DO. minimum value of DO يعني عند maximum deficit، صح؟ كله صح. طيب هسه بطلع الدي ماكس، كيف بطلع الدي ماكس؟
هسه نشوف كيف طلعها. هاي مكتوب بالمعادلة. طبق معادلة الديفيسيت. أنا عندي معادلة الديفيسيت معادلة طويلة في تايم صح؟ التايم إيش بعوضه؟ بعوضه تايم كريتيكال. إيش؟ هو بده ماكسيمم مينيمم دي أو يعني ماكسيمم ديفيسيت. فأنا لما عوض التايم كريتيكال بطلع ماكسيمم ديفيسيت ومن خلاله بطلع مينيمم ديفيسيت بطلع معي 3.1. فبالتالي ديزولت أكسجين أو ديفيسيت بساوي ديزولت أكسجين ديفيسيت ماكس بتساوي ديزولت أكسجين ساتوريشن قصد ديزولت أكسجين مينيمم. فدي ماكس انا طلعتها 3.1 سواء هاي 3.1 ناقص هذيك هذيك كم فولي زود اوكسجين مينيمم تساوي 6.6 ملغرام. ستة مش ستة بوان ستة ممكن خربت ستة بالضبط. احنا خلصنا الريفر. طبعاً في أسئلة كثيرة عن الريفر. إحنا نخلص الليك يعني نحن نحط بارتين بارت ريفر وبارت ليك وبارت حل إن شاء الله. بس ملخص سريع للريفر مرة ثانية نعرف إنه عندي rate of re-aeration rate of deoxygenation deoxygenation له معادلات والre-aeration له معادلات وبعدين عندي معادلة لهم سوا معادلة لهم سوا بتطلع لي deficit. هنا بهذا القانون لو عوضت التايم كريتيكال طلع لي ريزولت اكسجين مينيمم طلع لي ديفيسيت ماكسيمم. مش الديفيسيت ثابته الريزولت اكسجين ماكسيمم مش ثابته المينيمم قصدي. وحكينا درجه الحراره بتغير اقرب فبالتالي بالوينتر يكون بطيء لو بطيء الكريتيكال بالوينتر يعني بالبارد. يلا بالفيديو الجاي راح نشرح الليك الشابتر الفيديو اللي بعده راح نحل أسئلة على الريفر والليك. تمام يعطيكم ألف عافية.